كان استشهاده يعني بشكل غريب جدا. تم إطلاق رصاص عليه وعلى محمد لفترة 45 دقيقة. استشهد خلالها محمد. أولا يعني عندما أطلق الرصاص واختبأت في هذا اللي يعني المكان اللي على يعني الاسطوانة الحجرية التي شاهدتموها عبر التلفاز، حاولت يعني وأنا في هذا الوقت حاولت إني أحمي ابني يعني بكل قواي، ووضعت ابني على جانبي الأيمن ورفعت إيدي اليمين ووضعت جنبي اليمين أعلى من ابني حتى أستطيع أن أحميه من الرصاص. الرصاص اخترق كل إيدي اليمين حتى أنها إيدي يعني من كثر ما أنا كنت رافعها وأنا شدهم بوقف إطلاق النار نزلت إيدي. بعد ذلك أصيب ابني بأول رصاصة في ركبته اليمين، فصرخ وقال لي حرفيا يعني أصابوني الكلاب أصابوني الكلاب، وكررها ثلاث مرات. وقلت له أنا ما تخافش يعني الحين بيجي إسعاف. فكان قول محمد إلي ما تخافش أنت يا بابا وأنا حضل صابر لما يجي الإسعاف يخدني، وقال لي حرفيا شد حيلك يا بابا وما تخافش منهم. بعد ذلك يعني بعد دقائق كان محمد يسقط على جنب اليمين على رجل اليمين، وكان الرصاص يخرج من ظهره رايقا لأنه قد استشهد. وتلا جسمي بالرصاص كي أحمي فلذات قلبي، لكن لم أستطع. كان قضاء الله أكبر من كل شيء، الحمد لله رب العالمين. محمد بالرغم من كان عمره 12 سنة كانت شخصيته قوية جدا جدا، وكان عنده بنية جسدية يعني فيها قوة خارقة سبحان الله. كان أصدقاء محمد مش من جيله 12 سنة، كان كل أصدقاء محمد من سن 20 سنة وفوق، وكانوا يعني يأتوا عليه على البيت كأنهم يعني أصدقاء من زمان، يجوا عليه على البيت ويزعق عليه ويطلعوا يعني يتفسحوا معه على البحر، يتفسحوا معه على غزة، يتفسحوا معه على المنتزهات. كان محمد في نفس الوقت كريم جدا، ما يحبش أي إنسان ضعيف إنه إنسان يستضعفه، كان دائما يقف جنبه حتى لو أي إنسان كان مارق في الشارع وطلب أي شغلة كان يروح يخذ له إياها من البيت ويعطيها. كان محمد في كل عيد في كل عيد ميلاد أو عيد أضحى أو عيد فطر أو أي مناسبة كان يأتي في البيت إلى والدته بصور الأقصى.